حبايبي جريد 5 الحمد لله على السلامة، مكملين في الفيرست تيرم. أول حاجة بنرجع لها طالعين من كل السنين اللي فاتت بحاجة اسمها بليس. بليس يعني أنا عايز البليس فاليو، وكمان طب افرض ما قالش بليس، أعرف إزاي إن هي بليس؟ ممكن يقول لي كلمة ريبريزنت، يبقى أنا في بيت مين؟ يبقى ريبريزنت معناها اللي هو البليس فاليو. هيا بنا نلعب. طب يلا يا مستر هيا بنا نلعب. يلا كده هناخد من المجموعه الاولى دي واحده او اثنين بالكثير. The value of 6. ستوب يا مستر. انا عرفت هو بيسال على الفاليو بتاعت 6، اروح للنمبر واحط اندرلاين عند ال 6 واقول لها يا 6 انت في بيت مين؟ اقول له استنى انا بقيت في جريد 5 فبقى عندي جروب على الرايت وجروب على انا مش في الليفت انا في الرايت. طب انا اول ولد ولا تاني ولد ولا تالت ولد؟ اول ولد. يبقى انت البليز بتاعك ايه؟ تنف ابو تي اتش اس. شكرا. اسال بقى سؤال. استنى انت عايز فاليو، سوري ده البليز هو عايز فاليو. لما اطلب منك فاليو انت عايز مين؟ السكس. بص اهي كل اللي على يمينها شكرا، يبقى ال1 ب0 وال2 ب0 وادي البوينت. كل اللي على شمالها شكرا. هتعلم بعد كده لما اقول كده ان لما الاقي زيروهات كتيره في الرايت ممكن ما اكتبهاش، اقول لك اه طب كتبتها برضه شغاله. نقول تاني؟ نقولها تاني؟ طب حاضر. يلا بقى بص بقى هنا بسأل عن مين؟ بس أنا عايز حاجة واحدة ولا حاجتين؟ حاجتين بليز وكمان فاليو. يلا اللي فهم ياخد ويدي معايا. طيب حاضر معلش يا حبيبي هبدأ بريتاج. يلا يا ريتاج التو عايز البليز بتاعها في النمبر ده. يا مستر أنت ما شرحتهاش، اشمعنى؟ حاضر حقك عليا، أصل أنا شرحت لهم الأول والتاني، يعني شرحت ده في بيت مين وده في بيت مين، وقلت لهم خليه ده لغاية ما بس نفهم. قولي يا عمر. قولي لي يا ستي خالته سوسن بس إيه بتاعت مين؟ سي اتش اس. ثاوزند اف 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 اف. يلا طب الفاليو؟ احنا عايزين مين؟ يبقى أنا ما أخدش غير التو دي، أروح جاي هناك كده أهو واكتب التو دي بس. في حاجه على يمينها؟ لا. كل اللي على شمالها؟ يبقى الايت تكتب مكانها والناين وبعدين قبل اتنين وكل دول زيرو واحد بس. شكرا. وكل ما تقول صدقني عمرك ما لقيت. ننقل على فكره جديده؟ يلا بسرعه. نعم حبيبتي حبيبتي ما احنا رايحين، اصبري بس على رزقك. اهدي بس. بص بقى نفس السؤال تاني. الراجل ده بيقول لي ايه؟ ان ذا نمبر عايز 1 2 3 4. اسيبك تحل ولا حل معاك؟ انجز. ها؟ حل لوحدنا. طب ثانية نحل لوحدنا 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 لوحدنا. يلا حبيبي يلا وهنعمل مكافأة. يلا يا باشا اسمع بقى حبايبي تعالوا مع بعض نراجع تاني كل اللي قلناه. بص يا بابا الراجل الجميل ده مديني نمبر اهو وبيقول لي انا عايز الفاليو بتاع الفور. احنا اتفقنا لما اسالك على فاليو مش بتقول انت عايز مين؟ فور. اخد الفور بس اهي. طب والفايف والايت؟ هما الاثنين. في بقى بوينت يبقى رحنا اليمين ارجع للشمال بوينت. الثلاثه دول بس ادي الفاليو. طب نعيد تاني حبيبي انا بشرح ركز معايا وحاول تركز عشان خاطري يا عمر. يلا الفاليو بتاع الايت هو هو بيكرر يبقى انا اروح للايت. يا مستر انا عايز الايت بس. اكتب الايت بس. في حاجه على يمينها؟ يبقى كل اللي على شمالها؟ اقول له استنى الفور والفايف عشان جنبها في الديسيمال. وادي البوينت.
يبقى اللي جنبها في علبه الديسيمال احط زيروهات، لكن الناحيه الثانيه كل دول زيرو. واحده بس. قول تاني حبايبي. قول تاني حبايبي. بعد اذنك لما تروح تروح ماسك المساله دي بس تسمع اول واحده وتروح تعيد، مش هتسمع اكتر من 20 ثانيه. صدقني هي دي الطريقه حبيبي، وتقول وتشرح زي ما انا بشرح. رحنا لجزئيه ثانيه اسمها ايه؟ ريبريزنت. كلمه ريبريزنت قلنا معناها ايه؟ البليس. يلا البليس بتاع التو. بص انا بحل بقلم رصاص ولما اغلط همسح. طب انا دخلت على حاجه جديده برضو بالاريز او الرابر امسح. التو اهي. ثواني يا مستر. يا تو. عايز اطلع بس سنه. في ايه يا حبيبي؟ حاضر. بصوا حبايبي بس يا بابا. بص بقى. الراجل ده يبقى ده اختفى خالص. من بيتك. ليه؟ تعالوا حبايبي بنكمل. انت بقى بتقول انا عايز البليز بتاع التو. ادي التو. انا في عيله الهول ولا الديسامين؟ طالما انا على شمال البوينت يبقى انا في عيله الهول. عيله الهول عندها ايه؟ ها؟ وانس تنس هندرد. يبقى انا دلوقتي التو طلعت في بيت مين؟ اهي. طب هل اكتب تو؟ اقول له لا ولا اعبرها. انا بكتب بيتها بس. نقول تاني. قال لي كلمه يبقى انت بتسال على ليه. حلو. بتاع مين؟ يا ناين انا مش في عيله الديسيمال، انا على شمال البوينت. اول بيت على شمال البوينت. يعني اكتب ناين وانس؟ لا وانس بس. رجع بعد كده قال لي انا عايز الفاليو، بس ما قالش على مين. لا قال ان في الهندردز بليس. لما الاقي ابو تي اتش اس ده يبقى انا هروح للعيله بتاع الديسامين ولا الهول؟ الديسامين. يبقى هنا في اهو في الديسامين يا مستر اللي على اليمين ده، مين في بيت الهندرد؟ فايف. بص بقى معايا اهي. طب انا عايز فاليو، يبقى اللي قبلها زيرو واللي بعدها زيرو وادي البوينت وزيرو. هو عيال ادي حبيبي اللعبه. يبقى ادي مساله براجع الفاليو والبليس فاليو واقعد اشرح. تعالوا نشوف فكره جديده. حد عنده سؤال؟